وينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري. أستاذ واثق، أهلا ومرحبا بك مجددا على شاشتنا. في الحقيقة نود أن نسأل، يعني بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، هل بات تشكيل الكتلة الأكبر أمرا قريبا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. أكيد يعني بعد مصادقة المحكمة الاتحادية هنا يكون إلزام على القوى السياسية الدخول إلى البرلمان بعد 15 يوم من هذا التاريخ، يعني أي بداية الشهر التاسع. فلذلك يعني القوى ستسعى بجدية هذه المرة، وبعد تثبيت النتائج سيكون التفاوض على أساس الأرقام التي حصلت عليها الكتل السياسية، لأنها كانت عندما تريد أن تتفاوض يعني تنتظر النتائج، لأنه لعله هناك طعون أو تأخير أو كذا من القرار المحكمة. لكن بعد حسم القرار تبدو أنها ملزمة خلال 15 يوم لانعقاد أول جلسة للبرلمان، وستعقد الجلسة برئاسة الأسن من أعضاء البرلمان، ثم يتم انتخاب رئيس برلمان وانتخاب رئيس جمهورية. هنا يطرح تساؤل في الحقيقة أستاذ واثق، يعني ماذا لو لم تتمكن الكتل السياسية من تشكيل الكتلة الأكبر خلال المدة الممنوحة لها؟ هل من الممكن أن نشهد إعادة الانتخابات؟ لا، لم تشكل يعني لم تأتلف تشكل تحالفات القوى السياسية ستدخل البرلمان الكتل كما حدث في الانتخابات السابقة. من هي الكتلة الأكثر عددا يعني التي أفرزت النتائج ستكون سارون هي أولا، وإلا إن كانت تحالفات سياسية أكيد سيفضي إلى تشكيل حكومة واختيار من هي الكتلة التي تدخل أول جلسة برلمانية بأكبر عدد، يعني من مجموعة تحالفات، يعني طبيعة القوى السياسية هي مجموعة كتل سياسية، لذلك تحتاج إلى تحالفات من أجل الدخول. ويبدو أن بعض القوى قد وصلت إلى المراحل الأخيرة، وربما تعلن خلال اليوم أو اليومين الكتلة الأكبر، وهنا تقارب كبير بين القوى، ووفود تذهب إلى أربيل، ووفود تأتي إلى بغداد، ومفاوضات مستمرة ليل نهار أعتقد حتى إلى ساعات متأخرة. نعم، طب أستاذ واثق، يعني بكل صراحة، هل هناك إمكانية لتشكيل الكتلة الأكبر بعيدا عن محاور إقليمية ودولية خاصة إيران وأمريكا؟ هي بطبيعة الحال يعني إحدى الوسائل الضاغطة، المحاور الإقليمية والدولية هي ضاغطة ومؤثرة على القوى السياسية، لأن هذه القوى أكيد هي ترتبط بمصالح، وبالنتيجة لا يعني اليوم يعني بعد هذا الانفتاح الدولي لا توجد حكومات في العالم بعيدة يعني عن التأثيرات الخارجية. اليوم حتى لو كانت يعني القوى هي عراقية بالفعل، نعم، أكيد هي ستحتاج إلى المؤثر الخارجي، لكن يبدو أن المؤثر الخارجي هذه المرة أقل لكنه مؤثر بنفس الوقت. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة الكريمة، الأستاذ واثق الجابري كاتب ومحلل سياسي، حدثتنا من بغداد.